فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين قول العلماء لا يجوز وحرام؟ هل بينهما فرق؟ هذا سألتوه البارح، قلنا ما نعرف فرق بينهما، اللي عنده فرق يجيبه. نعم، ما أدري وش السبب في تكراره، في أحد يعني قايم بينهم فرق؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.